اعتداء. آخ قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون سام أدري يا ماجدة إنك مثل غيرك ما بسهولة بتتقبل فكرة وجودي. كلكم تربيتوا على سمعة المشوهة قدام أهلكم، ويعلم الله يعلم الله أني أعذركم وأعذرنهم. على كثر ما سمعت عنك بعدني ما قادر أصدق أنك موجود. كنت أقول هم يتكلموا عن واحد مجنون وخرافي، الشيطان في هيئة إنسان متهور ومزعل كل واحد منك حتى أقرب الناس إليك. يا ريتني ما شفتك يا عمي، يا ريتني ما شفتك. معدة لحظة شوي. عمي أنا الحقها يا فيصل، وإذا قدرت تقنعها ما تجيب سيرتي قدامهم أكون شاكر لك. بس إلى متى يا عمي؟ إلى متى؟ الله يكون في عونك. الله يكون في عوني وعونكم.
الله يكون في عونك. انت بخير يا عمي؟ عمي انا كلمت نواف وقلت له اكيد انه بيصير شيء وجيتك. متاكد انك انت بخير عمي؟ طمن انا بخير، خليني بروحي شوي. لا لا ارجوك يا عمي خليني معك. مالك يا الظاهر اني جيت في وقت غير مناسب يا سعد. ويمكن لو اني من الاساس ما جيت وظليت مختفي عنه تكلم أرجوك، تكلم يا عمي ولا تسكت، طلع كل اللي في قلبك، أنا أسمعك مثل ما أنت دائما تسمعني، تكلم أرجوك يا عمي تكلم. أنا الحقيقة الكاملة الناقصة، أنا الشخصية الظالمة المظلومة، وين ميزان وجودي في هذه الحياة؟ إذا كنت في كل الأحوال الغايب الحاضر والحاضر الغايب، في النهاية أنا من؟ كان المفروض تخبرني بالأول. بغيت تتعرفي عليه وما توقعت انك راح ترفضي وجوده. اذا تقدر ابتعد عنه يا قيصر، يكفي المشاكل اللي حاصلة. انت من ايش خايفة؟ نحن ما لنا دخل مشاكلهم الماضية. تقول ماضية وكأنها انتهت. لا بعدها موجودة وظهوره الحين راح يحركها من جديد. احنا لازم نكون بعيدين. صدقيني ولو حاولنا ما راح نقدر. على فكرة هو طلب مني أقول لك إنه لا تجيبي سيرته قدام أي أحد. ما يريدهم يعرفوا بوجوده. هذا يأكد إنه عارف إنهم ما يريدوا بينهم. فليش ظهر من الأساس؟ قبل شوية كنت تقولي إنه خلينا نبتعد عن المشاكل. خلي اطمن، ما راح أخبر حد. بس صدقني، الخبر بيوصلهم وبأي طريق. تعالي ما فتحنا الشنط. بكرة وبالمرة بطلع هدايا علي وريان. السلام عليكم. عليكم السلام. تمو هذا رجعين يعني؟ وين الأولاد؟ راح يرقدوا، تعبت منهم ما طايعين يقوموا البر من مسلسل عن مسلسل. زين فضلي هذا حالهم. لو ما خسرت عمره. ماشي خسارة 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 الروح. هذا بودي المطبخ أنا. إن شاء الله. صح هلال بيتأخر ليلة. ما سألته مع إنه من شوية مكلمني. بغيت شيء ولا شيء؟ لا لا بس ما شفته من أيام. أنت تعشيت؟ لا 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 أنا بروح أنام لأنه الشايب خميس باكر انتظرني من الغبشة. صح. قبل لا أنسى. تفضل. خليني عندك. انت كيف صابر عليه؟ عادي ما فيها شيء. خليك واقف زين حرصني. قايتلك ليش؟ قايتلني تو مستوي. صدق يا عمره أنا فرحانة إنك بديت تشتغل، بس ليش ما تدور لك شغل أريح؟ هلال ممكن يدور لك، ومدام أنت ناوي تشتغل بتحصل، بس أنت عاد أقبل بأي وظيفة يجيب لك إياها. شفيك تضحك؟ أنا قلت شي يضحك؟ لا لا بس ظاهر ما أولادك بس اللي يتابعوا المسلسلات. شكرا لمن المنتصر. بصراحة أنا بوجودك أنت وهلال عمري ما حسيت إني يتيم.
الظاهر انت بعد تشوف المسلسلات. الله يوفقك يا عمران ويرزقك ان شاء الله من حيث لا تعلم. امين 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 يا رب امين. تفضل. طيب من تريد تقابل؟ بغيت ماجد بن سالم. عندك موعد معه؟ نعم، كي حساب ان انا بقى قابل من؟ ما ممكن تشوفه من غير موعد. الله والله يا زلمة، الحين الشركات صبحت كمان المراكز الصحية ما يعلقوك الا بالموعد. عموما سير قول له اني انا هنا وانتظره. طيب من اقول له؟ قل له الاخ منصور وهو بيعرفني. طيب استريح هناك دقايق لو سمحت. لحظة، يعرفني هو ولا يعرفني؟ تعرفني ولا ما تعرفني؟ منصور؟ ايش اللي جابك؟ طلع برا؟ انا كلمت اخوك راشد. خلاص خلوه. منصور تعال. وصدقني انا قنوع وما طماع، وانت ما يرضيك عاد انا كل يوم اروح عند واحد منكم، مره انت ومره راشد. على فكره اذا عزمنا على الغداء فانا ما جوعان، لكنك تعرف انا ايش اريد منك. ترى احنا وين رايحين؟ لا تستعجل، بتعرف بعد شوي. عليك بالنور، احنا ليش جايين هنا؟ انزل واشتكي علي يا منصور، بلغ وقول كل اللي تعرف عنه. اقول ايش ولا ايش؟ انا اصلا ما عندي كلام اقولهم اياه. خلا ولدي خلا اتحرك، هذا عمك ما قد يمزح ترى. انا اقول يا منصور، بدل ما تيجي كل يومين وتزعجنا وتهددنا، روح بلغ احسن، مع العلم لاني انا ما خايف من اي شيء انت تعرفه عني. اعرف ايش ولا ايش؟ خلا ولدي خلا اتحرك، مالك جالس؟ صعد انزل وسوي عليه بلاغ انه يزعجنا باستمرار لدرجه انه جاء الشركه اليوم. ان شاء الله عمي. شيمة لا تبلغوا عني، واوعدكم اني ما ازعجكم مره ثانيه. متاكد؟ نعم اني متاكد، واذا ما صدقني بحلف لك. ها عمي ايش قلت؟ خلاص يا سعد، بنعطيه فرصه اخيره. قلت لي ما تريد تتغدى؟ لا لا لا، من قال ذا الكلام؟ اصلا انا ميت من الجوع، فتسوي فيه معروف اذا بتغديني. إلى متى بتظل على هذا الوضع؟ أحس حالتك يوم عن يوم تتدهور. كيف ممكن أساعدك وأنت رافض مبدأ المساعدة حتى؟ كيف من أحمي نفسي وأولادي من العدوى؟ ما قادر على هذا الهم لوحدي،
ولكن أشكلي من حتى رقية ما قادرة أخبرها. معقول أفضح سرة؟ شداد بيموت في لحظتها. ما أدري ما أدري. زين سويت؟ والله فرحتني يوم رخيت لهم. شفت ايش سوي؟ بصراحة كنت ألومك بالأول، أما الحين لا. مو هذا مدح ولا دم؟ بصراحة أنا ما عرفت لك. بعدين أنت على أي أساس تفسري هذه الأمور على طريقتك؟ أفا عليك يا زايد، أنا زوجتك لازم أكون معاك في كل الأحوال. وبعدين أكيد ما يرضيني إن الأمور تروح من إيدك. طمني، أنا حاسب حساب لكل شيء، وهم مثل هذا في إيدي. المهم ما قلتي لي ولدك الحبوب بعد غرقان في العسل مع بنت راشد؟ الظاهر هو اللي مغرقنها في العسل. لا، هذه يبغى لها تفسير. أشوفها صافحة تبخر البيت شبر شبر وتوزع الهدايا على الصغيرين وعلى الكل، وكاشخة بذيك الابتسامة. شكلك بديت تغاري منها لأن ولدك الحبوب معها. أغار منها؟ حاشا والله، قيصر ولدي الله يبقيه وأنا أبقى له. عجب أكيد نسيت تجيب لك الهدية. لا، جابت لي هدية بس بصراحة ما عجبتني. وانتي وش عجبك؟ المهم لا تضيع عليهم عسلهم. خليهم يغرقوا بالعسل علشان يجيبوا لك الحفيد. مبروك حبوه، والله ما عندك سالفة. المهم اول ما يصحى خليه يجي للمكتبة، انا اريده. يلا يا سعيد، دومك كذاك ابدا ما يعجبك شيء. تعالي يا نعيمه، هو باغي قيصر في ايش؟ شفتي ماما هذه السياره العجيبه؟ شفتي؟ الله، حلوه السياره، بس ها حافظ عليها وما تكسرها. اعرفك شقي، اللعبه عندك ما تكمل يومين. اكيد بحافظ عليها، اصلا هذه القنديه ريان هي اللي تضيع العابي. لا 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 ماما، هذا كلام ما صح، هذا علوي الشرير حتى ما قالها لعمتي ماجدة شكرا على الهدية. لا 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 لا، أنا قلت بس هي ما سمعتني لأنها قالت لا تنظارة شمسية. زين حبايبي، تركوا لي في إيدكم وانزلوا تحت، زين؟ أنا بجي وراكم. يلا حبايبي شطار. سلامتك، ما تشوف شر. وطبعا ما رحت المستشفى صح؟ اطمني، انا ببتعد عن الشركه والبيت كم يوم حتى ما تخف هزكم. تتوقع انها بتخلص في كم يوم؟ انت ايش تريد الحين؟ انت عارف اني ايش اريد يا شتات.
انك تروح المستشفى وتتعالج. ارجوش سكري على هذه السالفه. الى متى يا شداد؟ الى متى؟ انا خلاص بديت امل، ما قادر اشوفك اليوم وانت تنهار قدامي. اذا احسن انك ما تشوفيني. لحظه شداد، وين رايح انت؟ حتى عندك الانفلونزا ما تعرف ايش نوعها. تخمني انها ممكن تكون انفلونزا الخنازير. الجسم لما ما تكون عنده مناعه يكون مهيئ لاي نوع من الامراض، وانت جسمي مهيئ لامراض الدنيا كلها عارف، وما له داعي تذكريني يا شداد. والله العظيم اخاف عليك اكثر من نفسي، وعندي امل في الله انه ممكن يلطف بيك، بس انت ما راضي تتقدم خطوه لقدام للمستقبل. المستقبل اللي افكر به مستقبل اولادي، اريد اروح عن هذه الدنيا وانا عامل لهم شيء. انا اتكلم عن مستقبلك انت معاهم، وانا اتكلم عن المستقبل الجاي، مستقبل الماديات والامراض والحروب. خليني على حق اسوي لهم شيء. ستري علي على قد ما تقدري، وصبري على ايام الباقيه. لا يا شداد، لا يمكن اجلس اشوف عليك بدون ما اسوي شيء. لازم ابقى معك واساعدك حتى لو استمريت ترفض. منور يا الحاج عبد السلام. تحب اطلب لك شيء؟ مشكور يا ماجد. طبعا انت عارف سبب وجودي اليوم معك في مكتبك. اللي مثلك الحاج ما يحتاج سبب لوجوده، لانه باختصار هو صاحب المكان. مشكور يا ماجد، هذا من لطفك. في الحقيقه انا قبل لا ابدا كلامي في الموضوع اللي جيت علشانه، احب اطمن ان يعني ما ماخذ في خاطرك من رفضي لطلبك ايام ما كنت في الوزاره. توقعتك نسيت على كثر مشاغلك. انا ما انسى الاشخاص المصممين على مطالبهم من امثالك يا ماجد. الله العالم، مطالبتي ذيك المره كانت لصالح الايتام المنتفعين منها. وانا الله يعلم ان ما كان رفضي الا تنفيذا لقوانين الوزاره. انا اعرف، لكن الاكيد انه ايضا روح القانون موجود، والدليل انك وافقت بعدين. انا بعد ما عرفت الموضوع وملابساته ما كان امامي ابدا الا اني استخدم صلاحياتي بالاستثناء. الناس لولا حاجتها ما كانت سعت وتعنت وطالبت. المهم يا الحاج طمن، ما في الخاطر اتجاهك الا كل الخير، امرني. انت طبعا تعرف علاقتي مع شريكك. بس اللي ما تعرفه يا ماجد اني انا كنت اتابع هذا المشروع من مدة، وقال لي انك تريد تدخل معانا شراكة في المشروع، وانت ما وافقت اني انا اكون شريك معكم في هذا المشروع. انت هنا علشان تعرف السبب؟ نعم، وبصراحة وبدون احراج. انا الحاج لي أسبابي اللي ما أريد أقولها، واللي تمنعني أخليك شريك معنا. وأنا ممكن أقول لك أسبابي اللي تخليني مصر أني أكون شريك معكم في هذا المشروع. معقولة رفض أنك تدخل شريك معهم؟ هو ما يعرف من الحاج عبد السلام بن حبيب؟
هو رفض لأنه يعرف من هو الحاج عبد السلام. ما فهمتك. هو عرض علي أنه يخرج من المشروع وأنا أكون شريك بداله. وهذا إيش معناه؟ عشان يقول لي إن لي خاطر علي. وأنت إيش تقول؟ أنا أقول إنه هو قاصد يكون في الوجه وخاصة في هذا المشروع بالذات. بس هو عنده شريك وشريك معروف، يعني ما لوحده. هذاك الظهر اللي يستند عليه ظهر قوي مثل ما أنت ظهر يا الحاج. من الغباء إنك تقارن نفسك ماجد. وليش لا؟ لأن ماجد ما يستغل الاسم اللي يسنده حتى ينصب على الناس مثلك. زين الحاج، على طاري يسنده، أنا أريدك تسندني قرض ورجع بعد سنة. والضمانات؟ ضمانات؟ كان أخوك يا الحاج، تريد مني ضمانات؟ طيب أنت قولي إيش قصتك بالضبط؟ إيش عندك؟ لسبب أنا ما أعرفه، شداد يريد يبيع حصته في المكتب العقاري. أم المنتصر يا خارج. لحظة، على وين كذا خارج؟ والله عندي مشوار مهم، وعسى يا رب توفق. الله يوفقك إن شاء الله ويفتح لك أبواب الرزق والآمين يا رب. بس اللي خارج وعنده مشوار مهم ما يخرج كذاك بالكمة. خلط لبسه. هذا أكيد هلال يلبسه في المهمات الخاصة. أنا ما فاهمة إيش قصدك، بس أنت لبس المصر قبل أن تطلع. بلبسه في السيارة إن شاء الله. إن شاء الله. بغيت أعرف منك شيء. قول خلص قبل أن تتأخر. يا سألت نفسك مرة، هلال من وين له مثل هذه المصار الغالية؟ واللي لبسه المصار الغالية أحسن من زوجي في إيش إن شاء الله؟ أنت ما فهمت سؤالي. أقصد ما فكرت مرة إنه بدل ما يلبس مصر قيمته 150 ريال ما أحسن لي يوفر المبلغ حال أولاده؟ وش رأيك أنت تسأله هالسؤال؟ بس لا أسألش أنت. تسألني أنا؟ أنا لو تسألني تعرف إيش برد عليك؟ بقول لك هلال لو سكنني في بيت من زور، ولو إن شاء الله خلاني أجلس على حصيرة وعنده فلوس ما راح أسأله من هين جبتهن وهين صرفتهن. أقول الشمل إيش داشتي؟ فيها سوسية؟ لا لا لا، أنا هذا الشيء ما يعجبني، ما شمل سوسية إلا من عند هلال. أظن هذا النوع من الزوجات انقرض. أعرف إنك ما راح تخبريني بالإشارة. شكلي باخذ فنجان وأعطيه لأي أحد يقرأ وأعرف كل شيء. أنا ما فيني شيء، بس مصدعة شوية. وذيك المرة كنتي مرهقة. خلاص براحتك، ما راح أسألك. لا تزعلي رقي، عذريني على الجوش. زين، إيش رأيك تدخلي في مشروع من مشاريعي؟ يعني الحين إجازة بدل ما أجلس فيها مع الأولاد أروح أشغل عنهم بمشاريع أنا ما أفهم فيها؟ أنا قصدي تتسلي وتستفيدي في نفس الوقت. عندك محل الكوافيه، وعندك قاعة الأعراس، وعندك محل العطور. أما أنت غريب، بالأول لما كنت مع أبوي فتحت محل العطور عشان تغيظي عمتي وعد وتسكر المحل، والحين تريدي. الحين أريد المشروع ينجح علشاني أنا، وأريد مساعدتك. بس يا رقية أنا ما أفهم شيء في التجارة. لا يا رضية، أنا أريدك تقنعي عمتك وعد أنها تتعامل معي. أنا أعرف إنه ما مرغوب فيه في هذا المكان، بس استحملوا لي دقائق. بنك التسليف خلاص تسكر. لا حول ولا قوة إلا بالله، تسكر؟ طيب بنك الإيداع مفتوح؟ لو سمحت ما نريد مشاكل في المحل. خير إن شاء الله. شايفين اللص داخل عليكم مثلا؟ إيش تريد يا أخ عمران؟ أخ؟ أخ أخ على هذه الكلمة أخ. الأخ صاير ظريف وينكت. جاي يكمل التمثيلية المكشوفة. مكشوفة؟ طيب غطوها. إحنا ما فاضين، لو سمحت خلصنا، إيش تريد؟ في الحقيقة ولا أنا فاضي. تفضلي هذا فلوسك.
اطمني الفلوس حقيقيات ما مال التمثيل. عديتيهم كاملات. انا اسف اذا سببت لك اي احراج في الايام اللي مضت. عمتك الوعد موجوده؟ خير، ليش تريدها؟ ثريا ايش فيش؟ هذا المخلوق ما اطيقه. كنا انا بموت يعني اذا انت ما تطيقيني، ولا انا اطيقش اصلا، احسش مثل العظم اللي في حلقي. العمه بعدها ما وصلت. طيب ممكن انتظرها؟ طبعا طبعا، تفضل استريح، هي ما راح تتاخر. شكرا. ايش هذا اللي سويتيه؟ معقوله تخليني اخبرها؟ وليش لا؟ اولا هو رجع الفلوس اللي عليه، وثانيا كما قال انه يريد العمه. بصراحه ما ارتاح له ولا انا ارتاح له. قيصر، انا نزلت قرار من اليوم ورايح انت بتكون الرجل الثاني في هذه الشركه، تجي بعدي وتنوب عني، ولك توقيعك المهند بعد. ممكن اعرف ايش اللي غير رايك فيني بهذه السرعه؟ انا ما سالتك انت كيف وليش تغيرت، فلا تسالني اسئله اجوبتها معدومه. انا اريدك كذا مثل ما انت الحين، واثق من نفسك وممكن اعتمد عليك، وهذا يكفيني. حاضر، اللي تشوف امر. في هذا السيدي مشروع مهم، اريدك تدرسه وتعطيني رايك فيه من كافه النواحي. هذا سيدي المشروع اللي سافرت عشانه انت وشداد. هو انا. براسك شيء؟ عفوا، بس انا اللي عارفه انك بغيت شداد معك في المشروع. هذا صحيح. بس شداد في الفترة الأخيرة أموره ما عاجبتني وما اطمن. بدأ يهمل في عمله وينشغل في تقليص أعماله الخاصة حسب ما وصلني عنه. هذا إضافة لحالة الإدمان اللي أنت عارفنها زين. مالك تشوف علي ذاك؟ تكلم. اعذرني يا ابوي على الكلام اللي بقوله. انا ملاحظ انك تغير رايك في الواحد وبسرعه. قصدك تقول ثقتي في الواحد تتغير وبسرعه. ما اشوف هناك فرق. رايك او ثقتك، وين الفرق؟ لا، هناك فرق، وفرق واضح بعد. الراي عندي هو الانطباع الاولي، وممكن يكون صح وممكن يكون خطأ، لكن الثقة عندي فتعني التأكيد على مستوى شخص يكون على قدر الثقة اللي تعطى له، وهذا نادرا ما يكون مني، لأني نادرا أثق في حد. يعني أفهم من كلامك أني نلت على ثقتك؟ إذا كان هذا الشيء يرضي غرورك فنعم. نعم، أنا الحين أثق فيك. ويا ترى هذه الثقة ما ممكن تتغير؟ والله هذا يعتمد عليك أنت. ممكن تخليها ثقة ثابتة ودائمة، أو ثقة مهزوزة ومؤقتة. إنسان أحبه واكرهه، إنسان أعرفه اقبله، انسان اغضب سامح، انسان عاتب وجرح، انسان عاتب وجرح، انسان هما وعذره يبقى هو الانسان، يبقى هو الانسان. اللي بغاه استوى ونفذنا شروطه، ولا كأننا سوينا شيء. من يدري؟ يمكن يكون هذا الحال لا
احسن لقاء. يا ليتك ما ضعفت يا راشد وتمحلت شوي. انت تعرفي زايد زين اللي يواجهه يكون عنيف معه حتى يوافق على اللي يريده. صدقيني الحال كذا احسن. اللي يسمع كلامك الحين ما يقول انك انت اللي كنت تتكلم وهو مسافر. طيب يا راشد بنرضى باللي فرضه زايد ونشوف اخرته. مالك يا حبيبي؟ أنا مستغرب منك، يعني بعد ما كلمتك عن ماضي اللي أحاول أنساه ما علقتي ولا بكلمة. يا حبيبي أنا ما علقتش عشان عايزك تنساه. أنت عارفة إن هذا شيء صعب. صعب بس مش مستحيل، وأنت تقدر تتغلب عليه مع مرور الأيام. يلا ناوي تخرج اليوم؟ هذه خامس مرة تسألني نفس السؤال يا سعد. أكيد ما قاس تفكر في اللي اسمه منصور. صح ذكرتني، أنا كنت أفكر أشوف له شغلة عنده. بس اللي فهمته منك إنه كان له تاريخ سيء. حتى أنا كان لي ماضي سيء. في يوم من الأيام أنا وهو سوينا أشياء ما يسويها عقال. لا 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 لا، المقارنة بينك وبينه بصراحة أشوفها ظالمة. إيه أنا ومنصور يا سعد كنا نتخبط في الجهل. يمكن الفرق اني انا كنت دايم التفكير والهروب والمغامره، وهو لقى في النصب والمشاكل مجال يهرب فيه من نفسه بدون ما يدري. علشان كده انت ناوي تساعده وتشغله. انا لولا اني حصلت اللي ساعدوني في حياتي كان ممكن اكون مثله الحين، وممكن اكون اردى. طيب ممكن أعرف العم في إيش قاسي يفكر بالضبط؟ بتصدق لو قلت لك إني أفكر في السفر من جديد؟ أكيد بصدق ما دمت أنت اللي تقول، بس ما أنكر إني مستغرب من هذا القرار. ليش فكرة السفر ما تفارقك أبدا؟ لأن حياتي كلها رحلة سفر. كل ما فكرت أني أستقر يحصل شيء وأفكر مباشرة في السفر، وكأنه قضى وانكتب على أمثالي. والهدف اللي قالت تسعى له ما يستحق التماهل؟